سو هشام ساعاتي مدير تنفيذي طلبات. احنا يعني جدا فرحين بهالمشروع اللي احنا قايمين فيه، ويعني مثل ما تشوفون السواقين جدا بعد متفاعلين مع الفعاليه، يعني عدد كبير ان شاء الله. يعني باي ذا اند اوف توداي احنا شفنا تقريبا فوق ال 2000 تيكت انباع، واليوم عندنا تقريبا فوق ال 1000، وفيها جوائز، فيها يعني ابريشيشن حق السواقين. احنا طبعا نعتبر السواقين من اهم اسس البزنس مالنا، لان هم في النهايه اللي يقومون بخدمه التوصيل، ومثل ما يقولون الهابي امبلوي از هابي كاستمر. فالحمد لله يعني السواقين وايد وايد متفاعلين للمشروع، وان شاء الله لليات ان شاء الله مور ايفنتس. طبعا هذه الفعاليه اسمها هيروز لاند، مدتها 4 ايام، اليوم الاخير في الفعاليه. لحد اليوم اكثر من 1500 سايق شاركوا ويانا. طبعا احنا الهدف من هالفعاليه ان احنا نخلي السواقين يحبون يشتغلون مع طلبات، يحبون يكونوا ويانا، ونتاكد انهم سعيدين في عملهم يعني. والحمد لله يعني النجاح، يعني نفس ما تشوفون كل السواقين هنا مستانسين، في ازيد من فعاليه يقدرون يسوونها، في العاب، في جوائز، وفي اليوم سحب على بايكات بعد بنسوي لهم. فمنها يعني يستانسون، ومنها بعد في جانب تعليمي انهم يتعلمون شنو الاشياء اللي لازم يسوونها في شغلهم.